دكتور حاتم، في ناس كتير بتبقى مخنوقة او متضايقة لما بيبقى رزقها ضيق عليها، والحقيقة يعني حتى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش متذكرة الاسم بالضبط، كان دايما لما يتكلم عن المال قال ان المال عصب الحياة، والله سبحانه وتعالى ذكر ان المال والبنون زينة الحياة الدنيا. لما واحد بيبقى قاعد كده ومقطر عليه رزقه ورزقه ضيق جدا، فبيبقى بيسأل هو ايه السبب، ايه اللي مخليني رزقي ضيق كده ورزقي مش قادر اصرف كويس، ايه اسباب القطع، وليه يا رب انا بالذات، وليه يا رب مضيق عليا، وفلان الجاري بسم الله ما شاء الله عربيته عامله ازاي، وعيالي بيروحوا المدرسه على رجليهم. فبيبدا يتكلم مع نفسه يقول لك قول لي ليه يا دكتور، انا كده فقير وهو أيوة الحمد جميل لله السؤال واسع. ده. الحقيقه هو لازم الاول نفهم طبيعه الحياه ديت عشان نفهم ايه اللي بيحصل فيها. هي الحياه دي ربنا قال لنا انها لجنه امتحان، الذي خلق الموت والحياه، والحياه بقى بكل ما فيها من غنى وفقر ومن صحه ومرض ومن زواج ومن عدم زواج ومن اولاد ومن عدم اولاد، كل الكلام ده كل متقلبات ومتغيرات الحياه. الذي خلق الموت والحياه بكل ما فيها يعني ليبلوكم ايكم احسن عملا. ففي سؤال في ورقه الاسئله بتاعه الحياه اسمه سؤال الغنى، وسؤال اسمه سؤال الفقر، وسؤال اسمه سؤال الصحه، وسؤال اسمه المرض، وسؤال اسمه الشباب، وسؤال اسمه الهرم، وسؤال اسمه الفراغ والوقت المتاح، وسؤال اسمه الشغل. في أسئلة كتير، وهذه الأسئلة تعرض للناس جميعا. والمقصود ليس الغنى في ذاته وليس الفقر في ذاته، إنما الإجابة اللي أنت هتكتبها في ورقة الإجابة بتاعتك. فأنت بتختبر من ربك اللي خلقك سبحانه وتعالى بشوية ابتلاء حتى يرى أتصبر ولا لا. يغلب إيمانك البلاء ولا يغلب البلاء الإيمان. تطلع فيه بإجابة ممتازة وتاخد درجة عالية ولا تطلع ساقط البلاء ده أيا كان. بالمناسبة ربنا بيقول أنا بلوكم بالشر والخير فتنة. فالشر اسمه بلاء واسمه فتنة، والخير اسمه بلاء الخير واسمه فتنة. هيبقوا فتنة الناس تقول ده احنا بنتمنى الخير، الخير هيجي لنا يبقى فتنة؟ لا ايه؟ يعني احنا بنتمنى الخير فلما الخير يجي لنا هنفتن بسببه؟ فتنة يعني سؤال إذا جاوبت عليه صح يتحول إلى أجر وثواب وإيمان ورفع الدرجات في الآخرة. أيوة. وربنا كمان يضاعف لك يعني يعطيك المزيد في الدنيا، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. إنما مش معنى كده إن يبقى غايتنا في الحياة الوصول للغنى والثراء والأموال ونظن إنه ده هدف الحياة. لا، الدنيا دي حياة، الدنيا دي اسمها دنيا. دنيا يعني إيه؟ يعني دي مقدمة الحياة، دي حاجة صغيرة جدا. هي الحياة الأدنى، الأقل، الأدنى منزلة في كل حاجة، في مدتها، في الصحة اللي فيها، في إمكانيات الثراء اللي فيها. يعني خليني أقول على حاجة. النبي عليه الصلاة والسلام في القبر اللي هو البرزخ، اللي هو مش محسوب قوي، يعني حياة البرزخ دي اللي هي مش محسوبة، يعني لما تيجي تقارنيها بالحياة الآخرة والنعيم الخالد وما اعرفش ايه، ده بتبقى حياة طويلة، ده حياة ممكن. ما انا بقول لما تقارنيها بالآخرة، ما تقارنيها بالدار الآخرة. ربنا قال كده وإن الدار الآخرة تلاقيها الحيوان هي الحياة الحقيقية. عشان نبقى متفقين، في ثلاث حيوات، حياة دنيا وحياة تانية في النص اسمها البرزخ، وحياة ثالثة اسمها الحياة الآخرة. وربنا قال الحياة الحقيقية اللي المفترض قلوبكم تتعلق بيها الحياة الآخرة دي. تمام. ورغم كده، رغم ان البرزخ دي مرحلة انتقالية يعني، لكن ربنا سمى اللي احنا فيها دي الدنيا أدنى من التانية وأدنى من التالتة. يا سبحان الله. طب تعالي كده شوف النبي عليه الصلاة والسلام، أقل حاجة، شوف النبي عليه الصلاة والسلام وحدثنا عن القبر. تمام. ويقول على العبد المؤمن في القبر ومد له فيه مد بصري. طب حد في الدنيا كده بيته كده مد بصره ده يعني على اخر عينه ما تجيب؟ في حد في الدنيا يعرف يسكن في بيت على قد عينه ما تجيب؟ لا، مش هيعرف. الاف الالاف الالاف من الامطار، مش ممكن. فاذا احنا خلينا فاهمين ان دي حياه صغيره هنعيش فيها قد ايه. يعني دي القاعده الاولى تقصد، علشان الناس اللي بتسال احنا ليه رزقنا ضيق، عشان نرجع لاصل السؤال. الغنى اللي فيها مش غنى حقيقي، ده سؤال الغنى. ورقه الامتحان فيها اسئله كتيره. فاللي عايش غني ومرفه ده مش معناه ان ربنا اراد له السعاده واراد لغيره الشقاء. لا، ده بيجاوب على سؤال في ورقه الاسئله اسمه سؤال الغنى. طب يا دكتور، المفهوم دوت لما والناس اللي هم عندهم الغنى دون تسليم، فيهم ناس هتنجح في السؤال ده ويتحول الغنى بالنسبه لهم لسبب لدخول الجنه، وناس هتسقط ويبقى الغنى ده وبال ووباء عليهم في الاخره، ويتمنوا ان هم يوم القيامه ما كانوش شافوا الغنى ده اصلا.